طلبت منه الماء ديال المواعن، بغيت نغسل باش نغسل المواعن ديال الشريط نوفرو. قال لي ياسر عند الرئيس ديال ها حالتي قطع عليا حوايجي شدني باش تقع عليا قبل قتلني. السلام عليكم، النداء ديالي للسلطات المحليه الداخليه، الله يجازيكم بخير. عندنا واحد النداء عاجل عاجل ومستعجل في هذه الظرفيه العاجله. واحد السيد جايب الماء، واحد الجمعيه، واحد الرئيس ديال الجماعات ايجوكاك جايب الماء مدوزو حدايا، باغي نعمر جوج بيدوزات ديال الماء للغسيل المواعن. قال لي سر عند الرئيس ديالك، واش هذا الوقت ديال سر عند الرئيس ديالك؟ النداء ديالي هذا السيد انا باغي نتابعو قضائيا، واش هاد الظرفيه ديال هاد الهضره هادي؟ ها حالتي قطع عليا حوايجي شدني باش تقع عليا قبل قتلني. الله يجازيكم بخير. طلبت منه الماء ديال المواعن، بغيت نغسل باش نغسل المواعن ديال الشريط بغيت نوفرو. قال لي سير عند الرئيس ديالك. انت شمن بلاصه هادي؟ ايجوكاك ثلاثني يعقوب. بالضبط الناس متضرره من الازمه واصله فيهم العرق، انا متطوع باغي يدوز في الطريق وسط الطريق، يعني الطريق هنا احنا ها فين ساكنين؟ داخل الارض ديالنا. وداخل الارض ديالنا. انت ساكن هنا؟ انت انا كمتطوع، انا كمتطوع في اطار تازور التعاون، انا جيت من مراكش، الاصل ديالي من وزات، جيت من مراكش من السبت وانا هنا في اطار تنعاون هاد الناس هادو. شنو طلبت منه؟ طلبت منه الماء. شنو ردت الفعل باش؟ ردت الفعل ديالي قال لي واحد الكلام نابي ساقط ما نقدرش نقوله قدام الراي العام. قال لي سير عند الرئيس ديالك يعطيك الماء. قلت لي ماشي وقيت هاد الهضره هادي، قلت لي ماشي وقيت هاد الهضره هادي، اعتق عباد الله الناس جايين من الشمال جايبين هازين الماء هازين هذا جايبين ضاربين به الاف الكيلومترات. قلنا لي بنا هذاك ديال الشريب بنا نوفروه، بنا هجم عليكم هجم علينا، هادشي اللي كاين.